بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب مصطفى داود الخروف، أحد الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في عنابة. جئنا اليوم لنشاهد الفن على أصوله كما يقولون. في هذه التظاهرة الكريمة أصبح الفنان عاد إلى الحياة كما يقولون، عاد إلى الحياة، وأصبحت التغطية مستمرة، وهذه الرسالة التي يوصلونها إلى العالم في ظل الحكم المعدوم والظلم الذي يعيشه أهل فلسطين وأهل غزة. في هذا المنبر وعلى هذه الإذاعة الكريمة نشكر الفنانين على جهودهم وإيصال معاناة أهل فلسطين في بلاد الشهداء كما عاهدناها ونعهدها أيضا. الفنان هو مسؤول عن فنه ومسؤول في إيصال رسالته للعالم. في هذه الأيام العصيبة التي يعيشها أهل فلسطين نقول للعالم أن اليهود خسئوا أن يطأوا أرض فلسطين غير أن يكونوا أذلاء صاغرين، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، وكما قال الياس هذه الأيام نجد التخاذل العربي، نجد القلوب قد أفجعت، ولكن الله كبير. الشعوب قالت كلمتها ولكن الحكام قد توبخوا في أيدي الأمريكان. ورسالتي إلى أهلنا في الجزائر، نحييكم ونحيي أصلكم الثابت والموحد لقضيتنا. إن الشعب الجزائري منذ الأزل وحتى اليوم يقول رسالته ويوصل للعالم أن فلسطين والجزائر شقيقتين، ونحيي الأخوة الفلسطينية الجزائرية على أرض الجزائر بلسان فلسطيني عريض. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.